بمجرد ما تنتهي أزمة أو يتم تطويقها حتى يفتح الرئيس التونسي قيس سعيد أزمة أخرى. فخلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قال إن تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البور النفطي الذي تستغله ليبيا حاليا، وبأن النية كانت تتجه عام 1975 إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين البلدين، ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر. وكغيرها من تصريحاته الجدالية السابقة لم تمر كلمات سعيد الأخيرة مرور الكرام، فسرعان ما جاء الرد من ليبيا، إذ قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن القضية تم الفصل فيها بحكم من المحكمة العدل الدولية وقد قبل الطرفان بالحكم. وبدوره قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي إنه لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هي ملك للشعب، مؤكدا على تشكيل لجنة لدراسة تصريحات سعيد للرد عليها بشكل رسمي. ويرى عدد الليبيين أن الرئيس التونسي قيس سعيد يسعى لاستغلال ضعف بلادهم والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لإحياء نزاعات حدودية قديمة ومحاولة وضع يده على ثروات بلادهم الباطنية، في حين يقول أنصار الرئيس إنه محق في كلامه وأنه لا بد للدولة أن تطالب بحقها في حقل البور النفطي. فكيف تمتلك البلاد مثل هذه الثروات وتلجأ إلى صندوق النقد لطلب مساعدته؟ يتساءلون.